ومن الملاحظات التي تردنا مباشرة من المواطنين أنه يتم رصد مخالفات البلدية القديمة على أرض الواقع، أي قبل قانون 2014 وقت صدور القانون، ولكن يتم اعتبارها من قبل البلدية الشمالية تحديدا مخالفات جديدة عند رصدها بالصدفة أو بشكوى من أحد ما. معالي الرئيس، ومن الملاحظات التي وردتنا من المواطنين أنه نفس نوع المخالفة يتم التعامل معها بشكل مختلف. هذا يدل على غياب منهجية موحدة في التعامل مع مخالفات البناء، بعضها يتم تحويلها للقضاء وبعضها تتم التسوية الإدارية بالبلدية، ناهيك على عدم تطبيق هذه الالتزام في حالة تحويلها إلى القضاء. معالي الرئيس، هذا يدل على أن التسوية الإدارية بالبلدية بتصحيح المخالفة هو أولى لمعالجة أي مخالفة بعدها يتم التدرج في الإجراءات إلى حين وصولها إلى القضاء في حالة عدم الالتزام. معالي الرئيس، أتمنى أن يكون هناك مبادرات بلدية للتوعية في هذا الجانب وضرورة التصريحات مسبقا وإيجاد حل جذري لمسألة المخالفات القديمة. معالي الرئيس، والبدء بالمخالفات الجديدة وتحديد نطاق واضح لها ويكون ملزم للمواطن قبل الجهات الرسمية.